ان شاء الله بخير ومع حلقه جديده. اليوم رح نتعرف على حيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة، وكمان رح نتعرف على أصواتهم. ورح نبدأ بحيوانات الأليفة. قطة أو هرة. كلب. سلحفاة. ببغاء. سمكة. فأر. هامستر. وهلا رح نتعرف على حيوانات المزرعة. دجاجة. صوص أو كتكوت. ديك. بقرة. ثور. عصفور. بطة. إوزة. حصان. حمار. خروف. ماعز. حمامة. نحلة. وهي خلصت حلقة اليوم، واستنونا بحلقات جديدة حتى نتعرف على باقي الحيوانات. دمتم بخير يا حلوين. باي.